محافظة الإسكندرية بتشهد انطلاق مهرجان العسل المصري الرابع في أرض كوتا بمنطقة الأزاريطة، واللي بيتم تحت رعاية محافظ الإسكندرية واتحاد النحالين العرب. المهرجان تم تدشينه تحت شعار بحر العسل الصافي. نتابع. تحت شعار بحر العسل صافي، شهدت محافظة الإسكندرية انطلاق مهرجان العسل المصري الرابع بأرض كوتا بمنطقة الأزاريطة بوسط الإسكندرية، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واتحاد النحالين العرب. يستهدف المهرجان توصيل فكرة مربي النحل وتعريف المستهلكين بأنواع العسل المصرية الموجودة وجودتها وكيفية التفريق بين أنواع العسل وجودة كل منها، خاصة أن المعرض يشارك به أكثر من 50 عارضاً بين شركات للإنتاج وتعبئة ونحالين، حيث يخصص المعرض خصومات 10% لأول 1000 زائر، بالإضافة إلى خصومات العارضين. انطلاق مهرجان العسل المصري جاء بعد 3 دورات متتالية بالقاهرة بدأت في العام 2019، وبعد النجاح الذي حققه في العاصمة يشهد خطة تدشينه في جميع محافظات مصر حتى جاءت المحطة الأولى في الإسكندرية. كذلك يشهد المهرجان عقد العديد من الفعاليات للزوار والمشاركين، منها ورش عمل للأطفال والكبار، ومكان خاص لتجمع النحالة للتعرف على العمليات الحديثة، وورش عمل للصابون بالعسل، ولصناعات أخرى كثيرة يدخل فيها العسل.